عزيزي الطالب، الآن سوف نبدأ بأخذ التطبيقات على انتقال حرارة. المبدأ الثاني من مبادئ عمل الثلاجة، مبدأ عمل الثلاجة الموجودة في كل منزل. نحن نعلم بأن الثلاجة لها جزئين رئيسيين، الفريزر العلوي والحوض السفلي. الحوض السفلي اللي هو باب الثلاجة الكبير اللي بيتم فيه وضع المواد الغذائية التي لا نريد أن نقوم بتجميدها. كيف تعمل الثلاجة؟ ما هو مبدأ عمل الثلاجة؟ يوجد خلف الثلاجة أنابيب تبريد تحتوي على غاز، وهذا الغاز يبرد الأنابيب إلى ما دون الصفر، قد تصل إلى ناقص 18 ناقص 20 حسب ما هو المطلوب من عيارات لعملية التجميد. الآن هذه الأنابيب يبرد الهواء المحيط بها، عندما يبرد هذا الهواء فإنه يتقلص، وعندما يتقلص يزداد وزنه وتزداد كثافته، وعندما تزداد كثافته فإنه ينزل على إلى أسفل، أي عند منطقة الحوض، ينزل من أعلى إلى أسفل إلى منطقة الحوض فيقوم بتبريد الأجزاء السفلية من الثلاجة. أي أنه هنا الفريزر، نلاحظ جميعنا الشبكة السوداء الموجودة خلف الثلاجة بتكون بظهرها في الخلف، لأن توجد هنا شبكة أنابيب أخرى عند الفريزر تتجمد إلى ما دون الصفر. الآن الهواء المحيط فيها يبرد، فعندما يبرد يزداد وزنه وتزداد كثافته، مما يؤدي إلى هبوطه إلى أسفل إلى الحوض هكذا، فيدخل إلى الحوض من ظهر الثلاجة، بالتالي يعمل على تبريد الأغذية أو محتويات الثلاجة. الآن يوجد سؤال، عند فتح باب الفريزر نلاحظ خروج بخار، كيف يخرج بخار ودرجة الحرارة قد تكون 18 تحت الصفر مئوي؟ من أين هذا البخار؟ البخار يكون على درجات حرارة عالية، هذا ليس بخار. هذا عند فتح باب الثلاجة نلاحظ أن هذا البخار يتجه نحو الأسفل، يتجه نحو الأسفل، لا يصعد إلى أعلى، لا، إنما يتجه للأسفل، لأنه هذا ليس بخار، هو هواء بارد مشبع بالرطوبة، وصل حد الإشباع أو فوق الإشباع، مشبع بالرطوبة. كونه مشبع بالرطوبة فإن وكثافته عالية، أي زادت الكثافة وبالتالي ويزداد وزنه فيتجه إلى الأسفل. لهذا السبب عند فتح باب الفريزر نلاحظ أن هنالك بخار، ولكن هذا البخار يتجه إلى الأسفل لا يصعد إلى الأعلى، البخار يصعد إلى الأعلى، هذا ليس بخار، هو عبارة عن هواء مشبع بارد ومشبع بالرطوبة، كثافته عالية، وبما أن الكثافة عالية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة وزنه فيتجه إلى أسفل. عزيزي الطالب، الآن هذه الوحدة انتهت، أو عفوا هذا الفصل انتهى. الآن أطالب أعزائي الطلبة بحل أسئلة التقويم والتأمل صفحة 100 بالإضافة إلى أسئلة الفصل ومن ثم أسئلة الوحدة. هذا الواجب المكلف به طلاب الصف السابع، أرجو من الجميع الالتزام والتقيد. حل وقوم تعليمي أو التأمل والتقويم والتأمل صفحة 100، وكذلك أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة. إلى لقاء آخر، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.